في هذه الفقرة ننتقل إلى دي جي ماز اللي خطف الأضواء من خلال طبعا فعاليات ومشاركات تحولت من عشق الهواية إلى الإبداع قاسمها المشترك هو حب الموسيقى. وطبعا منورنا من جديد دي جي مازن، أهلا وسهلا. ما شاء الله، إيش ذا الإبداع اللي من بداية الفقرة؟ الله أبدعت صراحة. الله يسعدك، شكرا. طيب يعني واضح صراحة حبك لهذا المجال دي جي ماز، وشغفك هو اللي خلاك توصل للناس بسرعة وتنشهر بشكل كبير جدا في هذا المجال، ولكن احكي لنا عن بداياتك خصوصا يعني رحلتك مع الدي جي. بصراحة زي ما قلتي هو الموضوع شغف، أنا كنت أحب الميوزك وكنت أبغى أتعلم كيف أكون دي جي. حاولت بأي طريقة أن أنا أتعلم دي جي، ما حصلت طريقة. بالصدفة دخلت حسابي في الانستغرام وحصلت استوديو مسوي إعلان أنه تعليم دي جي، فتحمست الموضوع. الله. قلت أوكي أتعلم دي جي. أتعلم دي جي، تواصلت معهم ونسكت معهم، وبصراحة من هذه البداية من هذه البداية طبعا قررت ان انا ادخل مجال الدي جي. وبدأت مع اصحابي حفلات صغيرة، وبعد كذا دخلت في ايفنتات صغيرة، وبعد كذا دخلت حفلات كبيرة. ما شاء الله تبارك الله، تستاهل، انت مبدع. حلوه هذه الصدف اللي تجينا في الحياه، والاهم ان نستغلها في كل مره تجينا. طب اشرح لنا اكثر عن التقنيه اللي بتستخدمها في مجال الدي جي. يعني انا احس ان كل دي جي مشهور او معروف له تكنيك خاص فيه في الاغاني، كيف يلعبها، ايش الاصوات اللي يضيفها، او ايش الميوزك اللي يدخلها. يعني عالمكم هذا، انا ما افهم فيه الصراحه، فعلمنا واشرح لنا عنه شويه. طبعا كل طبعا في اجهزه متنوعه، في جهاز صغير وفي الجهاز الكبير، وطبعا البرامج مختلفة طبعا، تختلف من كل دي جي لدي جي اذا كان حيشتغل فيها. اشتغلت اجهزة اكبر من هذه، هذه للمحترفين صحيح؟ للمحترفين. ايوه مظبوط. ما شاء الله. يعني انت مو هاوي ابدا. لا انا خلاص دخلت الاحتراف، يعني انا اقدر اشتغل على الاجهزة الغالية واقدر اشتغل على الاجهزة الصغيرة. فالحمد لله يعني وصلت مستوى عالي الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني واضح شغلك وابداعك. الله يعني يسمع. في الكروز صراحة. شكرا. ابدعت. شكرا. طيب ايش راح تسمعنا؟ خلينا نسمع شيء. طيب اوكي، هسمع ميكس عربي مع غربي. سماعات. اوكي اوكي، اختار الاغنية ولا لا؟ اي حلو انك تخلط بين الاغاني العربي والاجنبي في نفس الوقت. ايوه حبيت، يمكن هذه هي بصمتك وهذا الشيء هو اللي يميزك في هذا المجال، صح مازن؟ مظبوط. اي طيب ايش الاغاني؟ كل دي جي عاد له بصمته في هذا المجال، بصمه وله ستايله الخاص. صح، اتفق معك في هذا الشيء. وانت يمكن لو قلنا بصمتك في هذا المجال هي انك دخلت الاغاني الاجنبي مع العربي، صحيح؟ مزبوط. حلو، متحمسه اسمع صراحه ايش الاغاني اللي اخترتها. يلا دقائق. انا دحين ما في ولا اغنيه، يعني ماني سامع ولا شيء. يلا طيب. اي بدأت اسمع هذا. بسم الله. It's so damn hot.
not get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Girl, you've been on and on and on. طيب يعني مازن المناسبات مختلفة، يعني في أفراح، في حفلات تخرج، في أعياد ميلاد، وفي مناسبات بتكون سواء خاصة مناسبات كبيرة إيفنتات، فكيف تقدر تقيم أنت برأيك كدي جي ذوق ورأي المستمتع المستمع اللي بيشوفك الجمهور، يعني كيف ترضي ذوق الجمهور من خلال أغانيك اللي بتشغلها؟ هو بصراحة صعب ترضي الكل. لازم طبعا تسوي ميكس وتشوفي تشوفي الناس وتعرفي ذوق الناس كيف، وبناء على الناس ويعني وهذا تقدر تشغلي الميوزك اللي تمشي على مودهم. اي تحس اذا تفاعلوا معك الجمهور حطيت لهم اغنيه يعني استمريت على نفس هذا المود، اذا ما تفاعل على طول تغير الاغنيه صح؟ بالضبط بالضبط. طيب قدرت انك من احتفالات صغيره بين اصحابك ما شاء الله عليك توصل الى مناسبات اكبر، وكان من بينهم زي ما ذكرت في البدايه الكروز، فكلمنا عن هذه المشاركات. والله انا اشتغلت بصراحه على حسابي في السوشيال ميديا عن طريق برضه الانستغرام الحفلات الصغيره كنت احطها في حسابي لين ما تواصلوا معي شركه كروز وزي كذا قالوا تطلع معنا مدري ايه. اوكي تجربه جديده حلوه. فطبعا ما رفضت الفكره، شاركت معاهم بصراحه كانت تجربه حلوه. كيف شفت الاجواء هناك؟ اجواء جدا جميله، يعني يكفي صراحه المنظر. انا شفت المنظر منظر خلاص. روعه. ايه وانا انصح اي احد يطلع الكروز صراحه. يعني البحر والاجواء الشروق والغروب ودي جي. ايوه مظبوط مظبوط، حس الاجواء الاجواء مره حلوه. وبس وانطلقنا من بعد الكروز برضو يعني بتجيني عروض اقوى، عروض وايفنتات وحفلات. جميل. طب جماهيريه دي جي برايك يعني تعتمد على ايش؟ مجالكم صار فيه منافسه قويه ما شاء الله تبارك الله. مزبوط. الشباب والبنات مزبوط نفس الشيء مزبوط. أي. شوفي هو المجال مفتوح للكل سواء شباب ولا بنات. هو اهم شيء انت كيف تكون ستايل خاص فيك، كيف تكون مبتكر، كيف تكون كرياتيف في الدي جي، هي اللي تخليك كيف سمعتك في السوق او كيف شغلك او الناس كيف تعرفك اذا انت كنت مبتكر. طب هل صحيح ان البنات بدوا ينافسوكم بقوه في هذا المجال؟ انا قلت قبل شويه احنا البنات والشباب زي بعض فما في منافسه. طبعا البنات في بنات بيشتغلوا ايوه قويات برضه الشباب برضه في منهم محترفين في هذا المجال. بالضبط. طب ايش رايك تسمعنا شيء؟ طيب يلا نسمع. اوكي يعني انت تاخذ وقت اذا اخترت اغنيه لازم تحضر قبلها، والله فيلم طويل. كنت افكر اتعلم على فكره دي جي وانافسكم في هذا المجال بس قلت لا يعني صعب الموضوع. والله بالنسبه لي اترك لكم أعلمك. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا دي جي مازن، ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله قريبا نحضر لك حفلات ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الموعد. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشه، وانا اقول لكم فمان الله، اترككم مع دي جي مازن. يعني لازم تطول هذه اغنيه الختام. يلا يعني.